كأس العرب فيفا 2021 في قطر اللي لعبت اليوم، وضمن المجموعة الثانية التقى المنتخب الإماراتي والسوري في لقاء يطمح فيه الطرفين لتحقيق بداية إيجابية. نور الجاموس. بكامل نجوم حضر الأبيض وبما يملك من أسماء، حاول نسور قاسيون تعويض غياب قوته الضاربة. أما بنوايا حظ اللقب فتحدث مارفيك، وبلغة تصحيح المسار وأسعاد الجماهير تكلم تيتا، وبين حديث الهولندي وكلام الروماني فالكل انطلق نحو تحقيق كلمته. المنتخب الإماراتي كان المبادر هجوميا، وعلي صالح بتزيدة أرسل تحذيرا مبكرا لزملاء العالم، وذات التحذير أرسله محمود البحر أكد للمخضرم علي خصيف أن الجميع على أتم الاستعداد. أفضلية الأبيض بدأت بالظهور أكثر مع مرور الدقائق، ومع السيطرة والقدرة على تهديد الدفاعات السورية فهز الشباك لابد منه، والترجمة جاءت بهدفين بينهما دقائق قليلة، الأول برأسية كايو والثاني من علي صالح. الروماني تيتا بحث عن المغامرة الهجومية، ومع البحر ومن بعده محمد عثمان كادت الشباك الإماراتية أن تهتز لولا خبرة المخضرم لخصيف، وحتى ورد السلامة اجتهد بمحاولة أخيرة قبل الاستراحة ولم يفلح. صراحة شاهدنا المنتخب السوري الشوط الأول ضد منتخب الإمارات عاجز كان على إيجاد الحلول. منتخب الإمارات كان مسيطر الشوط الأول، ممكن كان تحفظ من الكادر التدريبي الجديد اللي هو لعب طريقة دفاعية. الشوط الثاني كان في نوعا ما هجمات للمنتخب السوري، قدرنا نسجل هدف، لكن الهدف ما هو عاد نتيجة المباراة. نسور قاسيون دخلوا الثاني بذات النزعة الهجومية، وخبرة خصيف بقيت حائلا أمام تقليص الفارق، فيما مرتدات الأبيض كادت أن تفاجئ العالم في أكثر من مناسبة. حلوة كثير، النتيجة مش كثير مشجعة، تمنينا نلعب المنتخب السوري أحسن من هيك، نتمنى له كل الخير للمنتخب الإماراتي. المنتخب السوري بلش بداية غير موفقة، ونحن بنعرف أنه في كتير عناصر غايبة عن المنتخب، عناصر أساسية، في 4 لاعبين، في المواز، في عمر خريبين، في عمر السومة، في أيضا لاعبين كمان مهمين كانوا غايبين، ومدرب جديد وطالعين من خيبة أمل بالمباريات التصفيات اللي عم تصير بكأس العالم، فالنتيجة كانت متوقعة. الشوط الثاني بلشوا بشكل أفضل، حاولوا يعودوا الجولين ولكن الوقت داركنا. تعليمات الروماني ظهرت واضحة على أداء لاعبيه، فالهجمات بقيت مستمرة، وورد السلامة منح الأمل لمدربه بالقدرة على العودة بهدف التقليص، الهدف الذي أطلق شرارة الإثارة بين المنتخبين السوري للتعديل والإماراتي للتأمين. ولولا القائم ومن بعده تسرع المبخوت لنال الأبيض ما أراد. الأنفاس الأخيرة كادت تبتسم للمنتخب السوري، خاصة بعد طرد محمود خميس، لكن مع وجود علي خصيف فالتقدم الإماراتي بقي ثابتا، والفوز بالنقاط الثلاث بقي إماراتيا. نور الجاموس، صدى العرب.